المجالس الرمضانية طبعاً هي أماكن اللقاءات الحميمية بين أعضاء الفريج والفرجان وكذلك المدن الأخرى والقرى الأخرى في البحرين. طبعاً هي تعزز من أواصر المحبة والمودة والوشائج بين أفراد المجتمع البحريني. تطرح في هذه المجالس قضايا تهم الإنسان البحريني والفرد البحريني، قضايا اجتماعية، قضايا سياسية، قضايا أسرية كذلك، وفي اقتراحات تطرح لحل مشاكل في كذلك في عندنا قضايا مساعدات لأهل الفريج. هذه كل قضايا تناقش وتطرح على بساط المجلس. وطبعا أنا أحب هذه المجالس الرمضانية لأنها فيه لقاءات مع ناس ما شفناهم من زمان، ويعني تعطي وجهاء البلد هذه ثقل وعامل مؤثر في تحسين الأوضاع. الآن صارت المجالس بالطبع أكثر والمعرفة صارت أوسع، لذلك في مواضيع ما كانت تطرح في السابق، أي مواضيع لها علاقة بالتكنولوجيا، لها علاقة بالطب ما كانت تبحث، أو لها علاقة بالميديا الجديدة. هذه الحين صارت هي المواضيع اللي أكثر تداولاً، بالطبع الإضافة إلى المشاكل الاجتماعية والسياسية في المنطقة، وخاصة هذه الأيام إحنا في وضع يعني غير مستقر لكل الشرق الأوسط، وهذه بالطبع من المواضيع اللي تبحث يومياً في كل مجلس، والناس يتمنون الأمن والسلام للمنطقة كل، والله إن شاء الله ما يغير علينا. طبعاً رمضان قبل لا نكهة، لا يعني روح، يعني حتى في الصلوات قبل التراويح كان الإمام يعني يمهد حق التراويح، مو بس الحين يقومون الله أكبر، شنو قولوا يا يعني قليل اللي يقول صلاة التراويح أو القيام. قبل لا رحم الله منا واسع ومقدم، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، صلاة التراويح 20 ركعة قبل بعد صلاة مو بثمان، لكن البساطة قبل فيها والإهداءات، الصحون توزع كل بين البيوت وكذا، في حميمية، في ترابط. الحين الجار ما يعرف جاره ولا يدريبه إلا ما ندر يعني. ورمضان الحين بعد يعني الحمد لله الله ميسر لنا كل شيء، الحر واحد ما يحس به، السيارة مكيفة، المكتب مكيف، البيت مكيف، في كل مكان يعني الحمد لله ما نشعر بالحر اللي كانوا قبل أبائنا وأجدادنا وكذا، لكن عايشين حياتهم ومستانسين ومبسوطين والدنيا ماشية يعني التواصل موجود هو صراحة، لكن اختلف عن قبل تزورون يروحون يجون، الحين التواصل بس لين مات أحد راحوا له في المجالس وفي القاعات اللي ما قصروا أصحابه سووها حق الناس وسهلوا حق الناس، التواصل على هالسالفة يعني نروح يعني نعظم الأجر، كذلك في الزواج يعني نتواصل وكذا، بالذات محرق يعني إحنا نتكلم عن المحرق لأن أنا عايش فيها، ففيها عادات يعني وترابط أكثر من غيرها. المجالس انه يجمع الناس فرصه خصوصا في الشهر الكريم، فيعني وسيله من وسائل التواصل القديم، يعني التواصل الجديد الان تغير يعني بالواتساب، لكن التواصل القديم هو المجالس، التقاء الافكار وذكريات الماضي، فهي ميزه من مميزات الشهر الكريم، لكن احنا المتعود على المجالس هو بيكون عنده شيء طبيعي يعني. We'll be right back.
الله.